FM. الكل ملك. ياتير المنيار نخلطوا معها للحديش وستة دقائق على كاب اف ام. اهلا وسهلا مرحبا بكم انتم الكل اللي خلطوا علينا توا في زيرو بوليتيك. مازلنا معكم حتى الماضي ساعة خلطنا مع بعضنا لحراير تونس. حراير تونس. حراير تونس اليوم ضيفتي هي مدام سماح بن علي. مرحبا بك مدام سماح. مرحبا. شنو لك لاباس؟ محلى ضحكتك ومحلى تبسيمتك. مرحبا بك معنا على كاب اف ام. دونك مدام سماح 40 سنة طرازة. ايه فوالا. نحن باش نبداو نحكيو من الاول كيفاش تعلمت هالتريزة. قلت لي كنت نقرا وكنت نطرز اون باراليل. العائله نتاعك طرازه تبارك الله الكل. ايه كنت كيفاش ملي انا صغيره كانت العائله الكل نطرزوا في العائله. امي خالاتي الكل تغرمت. وقت نكملوا في العطله الصيفيه نتعلم يعطيوكم هكا تتعلموا بشويه بالغرزه. صعيبه كانت باش تتعلمها ولا في ساعة تعلمتها؟ والله اول مره ماهيش صعيبه برشا بحكم نشوفها ونتبع كيفاش نعملوا الغرزة كيفاش بشوية حتى اللي نتعلمتها وتغرمت بها. فوالا الغرام هو الكل. كي تبدأ مغرومة بحاجة أكيد واحد باش ينجح فيها. دونك قعدت تتعلم فيها بيريود كبيرة. من بعد مشيت خدمت في الاختزانة وسيبتها. سيبتها شوية مش برشا. أما أميمتو نخدم في الاختزانة وفي الليل نروح ديما القرقيف اللي يكون حاضر وموجود. يعطيك الصحة ما نسلمش فيه بالكل. خدمت 8 سنين في الاختزانة. أعطينا فكرة شنو خدمت بالضبط. خدمت أنا كاسياغ. خدمت كاسياغ مدة 8 سنين. وكيفاش كانت الاكسبيريونس باهية؟ والله حلوة زادة. كل حاجة في رونقها. يعني أنت من الصناعات التقليدية ما خرجتش. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. فوالا. من بعد 8 سنين اللي خدمتهم هذوكم عرست وليت بطلت الخدمة نتاعك. بطلت الخدمة واستقريت وعملت عائلة. ربي يفضلهم لك إن شاء الله. يعيشك. وقتها شنو قررت باش تعمل؟ أنت امرأة ما تحبش تقعد في الدار مكتفة يديك ما تعمل في حتى شيء. لقيت روحي قلت علاش ما نرجعش للقرقيف ونرجع للطريزة وهكاك نشغل الوقت نتاعي والأوقات الفراغ نتاعي. خاصة كما نعرفوا المرأة في الدار برشا وقت فراغ برشا روتين كل يوم. دونك وليت قررت باش نرجع للطريزة بشوية بشوية. هكا نعمل حاجات صغيرات من الأول اللي بديت الروح هكا. يعطيك الصحة. نبدأ للروحي. أنا فتك بالحديث قبل ما نعرس اللباس التقليدي نتاعنا احنا في حمامات. دونك ما أنا تعلمت من الصغرى. أمي تشري لي المواد الأولية وأنا اللي نطرزها. دونك التروسو نتاعي الكل أنا خدمته بيدي. فوالا حتى فرش العرس زادة. الفرش الكل كل كل اللباس التقليدي الكل نتاع حمامات كل من يدي. باهي تخي بيان. كملت زهيزك وعرست ورجعت للتريزة في الدار. قلت خليني حتى شوية بيني وبين روحي هكا نضيع مني شوية نشغل وقتي مني نربح زادة شوية فلوس. دونك باش واحد يشغل الوقت. وقتاش قررت باش تولي التريزه خدمتك وتولي صنعتك وتخدمها معناها وتطرز للناس؟ بعد جست بعد ما عرست لقيت روحي عندي برشا اوقات فراغ. دونك وقتها قررت بشويه دونك بالمرحله وبديت تطور في روحك بشويه. شكون زاد علمك ولا مشيت عملت فورماسيون ولا؟ لا ما عملتش فورماسيون. انا بطبيعتي نشوف نتبع حاجه جديده اللي طلعت جديده. دونك كما نقولوا احنا الاصل واحد اكتسبه. دونك ينجم يطور من روحه واللي يحب. انا ديما عندي ذيق اللي يحب يوصل اكيد. وغرام وحكايه غرام انسان يبدا مغروم يوصل ويحب يوصل الحاجه هذيك اكيد باش يوصل لها. يحط هدف قدامه ويوصل له بقدره ربي يوصل له. فوالا اكزاكتومون. انت الحاجه اللي باهيه فيك مدام سماح اللي ما تعملش نوع واحد نتاع تريزا تعمل برشا انواع. اعطينا عليهم فكره. نبدأ بالتل. أول ما بديت أنا تعلمت التل على الحايك. بشوية من بعد ولينا نطرزوا على الجبة. ولهنا باش نزيد نتذكر عندي صاحبتي ديتي كسريها هي اللي زادت شجعتني أكثر وأكثر. قاعدة تسمع فيك يا طبعا. إن شاء الله نتمنى أنك تسمعني. تسمع فيا. تحية كبيرة ليها. تحية ليها خاصة. هي اللي علمتني الجبة. هذه كما نقولوا احنا
من أعلى ولا أحسن معناها أحسن حاجة أي هي أغلى حاجة في اللباس التقليدي في حمامات واضح زدت هي قعدت معاها عامين ثلاثة سنين هكيك معاها نطرزوا مع بعضنا محلي العب زيدة يعرف حاجة ويوري يلعب داخل باش يزيد هكي المعلومة زدت معناها هي أكثر للناس زدت هي يعني زدت شجعتني وخليتني معناها باش نزيد الخدمة هذه كان نواصل فيها ونزيد نطورها به داكو أبغى ذي شنو ولا نوع متاع تريزا الآخرين اللي تعملهم نعمل التل نعمل عدس وكونتيل نعمل الحرير الحرير الكل بنواعه الفضة تريزة الفضة زادة نخدمها بيدي أنا ونعملها كما نقولوا الكروشي بتعرف أنت الخيط من الأول ناخذوهم بعد نزيدوا ونخدموهم بعد نطرزوا به يعني على خدمة كبيرة هي الصحة هي الكل حكاية غرام وسع بيل فيها برشة وسع بيل وسع معناه بش حاجة تخرج لك فيها مزيانة ومقتنعة بها وما تطرزش كان على القماش ولا على الفلوخ برشة حاجة برشة أنواع متقمة عندك الكرياء عندك الفيلور الحايك بنواعه التوال القمراية الأنواع هذوما الكل بارك الله عليك مدام سماحة دونك أنت تواليك 14 سنة بالضبط من اللي بديت تطرز معناها للناس ناوية تكبر ناوية تعمل حاجة قلت لي توا نخدم في الدار أنا نصور اللي وقيت مدام سماحة إن شاء الله باش تعمل حاجة خاصة أتولي خاصة بك ناوية أنت إن شاء الله عندك إن شاء الله عندي بروجي في مخي وان شاء الله بشوية حتى نطمحوا بنعملوا اتيليه ونعمل يعني ونكبر في المشروع وعلاش لا ونشجع من منبر هذية البنات زادة باش يتعلموا الصنعة راي اوميم طون حتى اللي يقرا وعنده النيفو نتاعو يلزموا يعمل صنعة يعطيك الصحة هذيك تقعد حاجة اخرى تقعد حاجة هذيك كهواية اكيد توا تخدم سيغ كوموند انت قاعدة الناس اللي تحب تعمل حاجة تجي وتخدم سيغ كوموند وان شاء الله تكبر كما قلنا وان شاء الله مشروعك يزيد يكبر اكثر واكثر ابارك ساعه عندك زوج صغيرات قاعدين يسمعوا فينا هما توا زوج ولاد تحيه كبيره لهم نشجعهم عليهم ويشجعوا فيا ديما ويعاونوا فيا وبالنسبة لقرايتهم هي الأولى ديما تشجع فيهم باش يعني يواصلوا قرايتهم يعني هوني نحكي على المسؤولية مسؤولية ياخد الصحة يلزم نخصل لهم وقتهم في قرايتهم لاهية بيهم مصلي عن بمحقين نتائج وإن شاء الله وإن شاء الله يواصلوا ربي يفضلهم لك وربي يفرحك بيهم ومحلاك تبدأ العائلة زادة مشجعتك مدام سماح أنا نتمنى لك النجاح والتوفيق إن شاء الله في حياتك الكل نحسك وأنا نحكي معاك اللي أنت فرحة أنا برشا بخدمتك وانت امراه معناها مقتنعه باللي قاعده تعمل فيه على خطر نحبها الصناعات التقليديه ما تموتش قد ما تقعد ديما قاعده تتطور وديما واحنا يلزمنا نطوروها باش ما ننساوهاش ونشجع انا اللي عنده اي مراه عندها صنعه في ايديها ما تسلمش فيها اكيد ما تسلمش فيها ومهما كان العمر زيدا ومهما كان العمر مش تقول لي توا كبرت وتوا مش نجم ولا حتى لي هي حتى لي هي حتى في الدار حتى في الدار حتى في الدار فوالا عندك شي معارض ناوية تشارك فيهم حاجة هكا ناوية تدخل لها على قريب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نخمم ان شاء الله نحب ان نعمل ديزارتيكل باش نزيد نتعرف بهم اكثر وليما لا باش في المستقبل الواحد يعمل الاستقلالية نتاعه ويولي يزيد يكبر مشروعه أكثر واكثر واكثر ان شاء الله ان شاء الله في الاخر مدام سماح نخلي لك الكلمه شنو تحب تقول كل مرأة تونسية قاعده تسمع فينا انا كل مرأة تونسية من قلبي نحب نشجعها أي امرأة عندها حكاية في مخها حتى بسيطة تتصورها هي بسيطة تحاول من نفسها وتطورها وتعطي ثقة في روحها وتشجع روحها بروحها وما تقولش أنا قاعدة في الدار سي ما نعرف شيء ما نعمل شيء في أي دومين حتى الطبخ هو الطبخ فن كل شيء فن ديكور فن كل شيء لذا يلزم الإنسان يعطي ثقة في روحه ويتشجع ويعمل على ربي يعطيك الصحة وكما المثل يقول قل لك توفى مال الجد
الدين وتقعد صنعت الدين. وانت مدام سماح انا دابري ليكسبيريونس نتاعك علاش لا نقترح عليك تعمل فورماسيون للناس اللي تحب تتعلم التريزا ولا تعلمهم علاش لا اللي تحب اللي تحب وتتشجع وكل شيء هيك انا مرش حتى ما ونشجع اي يعطيك الصحه مدام سماح بارك الله فيك اللي كنت بحضنا اليوم انا اتمنى لك النجاح والتوفيق ان شاء الله اكثر واكثر وتحضر بحضنا مره اخرى ان شاء الله. شكرا لكم يا عايشه ولا كانت هذه حرائر تونس. حرائر تونس. كاب اف ام الكلمه ليك.